ايوه انا اسمي عزيزه من اسكندريه. اهلا وسهلا. ابتدي بيش. اهلا وسهلا بيك. انا صاحبه بيت، السكان عاوزين يدوه يبنوه، عملوا لي محضر ليا ولولادي الاربعه، واخده سجن انا وولادي، وبعدين انا مش عارفه اعمل ايه، وانا مش عاوزه اهد بيتي عشان هم عاوزين ياخدوا شقق كاملين، وجوزي عيوه جابوا له جلطه في المخ من كتر الشتيمه وقله الادب. انا برضو مش سامع صوتك. طب ثانيه واحده تاني، معلش عيدي لي تاني، عيدي لي تاني يا استاذه عزيزه، تاني عيدي لي عشان اقول للاستاذ اشرف انه ما سمعش كل الكلام. انا صاحبه بيت. صاحبه بيت في اسكندريه. انا صاحبه بيت في اسكندريه. تمام. السكان عاوزين يهدوا البيت ويبنوه عشان كل واحد ياخد شقه. السكان عايزين يهدوا البيت ويبنوه. ويجي واحد مقاول يجي ياخده ويبنيه وكل واحد شقه. ده ايجار قديم ده؟ ايه؟ ده ايجار قديم؟ ايوه ايجار قديم. تمام. انا دلوقتي مش عاوزه اهد البيت. عملوا لي انا كذا قضيه وواخده فيها كذا سجن. هو حضرتك البيت هو مش بمزاجي ولا بمزاجك يتهد البيت؟ هو النهارده عندي حضرتك البيت فعلا هيقع؟ لا البيت حلو كويس. خلاص عندي كارتن كيس؟ جابوا لي قرار ترميم للبيت. تروح الحي على طول بالقرار ده وتقول انا عايز انفذه. وعملت رخصه. طيب انا عملت رخصه للبيت تمام وكلفتها 5000 جنيه، دلوقتي جايبين لي محاضر اللي انا ضربتهم وانا عندي 70 سنه وجوزي عندي 80 سنه، موديني بقى انا سجن انا واولادي الاربعه. اعمل ايه بقى؟ روحي بلغي عليهم في الحي يا فندم. روحي بلغي عليهم في الحي ووطي التلفزيون طبعا عشان تسمعينا يا حاج عز. بلغ ماشي. وطي التلفزيون خالص. طيب. او عزيز. طيب. حاج عزيز الموظف. ماشي. اتفضل. روحي بلغي عليهم في الحي يا فندم الكلام ده كله. بلغت في الحي والحي معاهم والاسم معاهم، وقصده ايه؟ عادوا الاسم 4 ايام اللي هو بتاع المنتزه. اشتكي يا فندم لرئيس القطاع بتاع الاسم. يا سيدي اشتكينا وعملنا كل اللي حضرتك بتقول عليه. هي عملت كل حاجه ومش عارفه تعمل ايه، تتصرف ازاي. مالهاش حلول غير الشكوى. وانا دلوقتي جوزي خلاص تطلع مديريه الامن تشتكي مديريه الامن. خلاص يبقى زي ما استاذ اشرف قال لحضرتك اطلعي لمديريه الامن واشتكي، لازم تصعدي الشكوى يعني كل شويه تصعدي. يعني طالما مفيش ردود للشكوى خلاص تقدري تدفعي للاعلى يعني مديريه الامن. تقدري تاخدي الكلام ده كله للمحافظه تشتكيهم برده في المحافظه.